بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني. مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من مسلسل مرحبا رمضان بعنوان كيف كان صيام النبي على مدار العام. في هذه الحلقة: من رغب عن سنة رسول الله فليس منه. ماذا قال النبي لعثمان ابن مظعون عندما أراد التبتل؟ ماذا قال النبي لأبي الدرداء عندما أهمل زوجته أم الدرداء؟ تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.